ماذا سيحدث لو خرج الديناصور إلى الشارع دون إذن؟ هذا عنوان واحدة من القصص اللي بين إيدي اللي نشرت مؤخراً ضمن مجموعة دفيئة حكاية. إلى مشروع تحفيزي بيشتغل على تطوير الطلاب والأطفال بشكل مغاير ومختلف. منرحب بنورة صالح، أهلا وسهلا فيك نورة. بالبداية احكي لنا عن مراحل كتابتك لهذه القصة. فيكي تسلمي. أنا خريجة ورشة دفيئة حكاية، كنت في مسار ألف اللي تعرفت أكثر على أدب الطفل، كيف منكتب للأطفال، انكشفت على أدب أطفال محلي ومترجم، بعدها انتقلت لورشة باء اللي كنت أكتب فيها أكثر، وبعدين كمان على ورشة جيم اللي النص فيها بتجهز للطباعة، سواء أنه ينطبع في دار النشر حكاية أو في دور نشر أخرى. اشتغلت على تحرير النص مع لؤي وتد، بعدين على رسومات، وبعدين صار في عنا كتاب اللي هو منشور ومطبوع وبالسوق وبين إيدين الأولاد. جواب السؤال، شو بصير لو بيطلع ديناصور على الشارع بدون إذن؟ الجواب بيكون إنه بنطخ؟ أكيد لا، هيك مجتمعنا عم بيمشي بهاي الحالة من ناحية معادلة. نكتب قصة للأطفال نورة هو من أهم الأمور اللي ممكن يعملها إنسان بقرر يعمل هيك في حياته، عشان كل فكرة، كل لون، كل شيء بترسميه باللاوعي، حتى الرسومات والألوان واللغة، كله رح يترك أثر بإنسان مهم يترك أثر فيه. مزبوط، خلينا نشدد على فكرة إنه القصص والأدب والقراءة بتساعد الطفل من وهو صغير على إنه يلاقي وسائل لحل المشكلات، إنه يوسع ذهنه، يبعد آفاقه، إنه يتسع لكثير ناس، يكون في عنده هذا النفس الطويل، إنه يصبر، إنه يحترم، إنه يأخذ حقوقه بذكاء. بصراحة هيك لمست الوجع جواتي وجواتنا كلنا. القراءة للأطفال بتخلينا نبني جيل ومجتمع بعيد عن اللي قاعدين نعيشه ونشوفه هون. شو بدك تقولي بهاي القصة؟ في هاي القصة بدي أقول إنه الطفل عالم وراسه كتير 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 كبير وواسع وخيالي، فأنا بهاي القصة أعطيت مساحة لخيال الطفل اللي أول يمكن ما يبلش مدرسة بينتهي عالم الخيال عنده، بيجي حياتنا الواقعية اللي كتير هيك بعيدة عن شو كان عايش، أكثر أشياء اللي هي يومية تعليمات واعمل هيك وادرس. واحد زائد واحد يساوي اثنين، الامور شوي اكثر واضحه. مزبوط. هون لا، هون في عندي طفل في داخل غرفته عم بدور على لعبه اللي هي ديناصوره المفضل، فجاه هي مش موجوده، فعم بيرسم بخياله. طيب لو انه هذا الديناصور طلع عن جد لبرا، وين ممكن يروح؟ شو ممكن يعمل؟ كثير اولاد بضيعوا العابهن، وهي ممكن كمان يعني نعمل معهن هذا النقاش وهذا الحوار. طب انت شو بتتخيل؟ في حياة ثانية لهي اللعبة برا، فهذا كمان مسار اللي كمان الطفل بيعكسه على نفسه. شو أنا بحب أعمل برا البيت لما مثلاً يعطوني هذا العالم الرحب والواسع، وين بحب أروح، شو بحب أساوي؟ فالديناصور هون كمان هو داخل البيت لعبة صغيرة، بس خارج البيت هو ديناصور كتير وعملاق وعم بعمل فوضى، والأطفال كلهم داخل القصة هن يعني شغوفين مبسوطين بهاي الفوضى، وعم بلاحقوا الديناصور وبتعاملوا معه وبيحبوه وهو بيحبهن، بس الكبار خايفين من هاي العشقة، خايفين من الديناصور. فكمان هون في الفروق كيف كمان الأطفال، حياة الأطفال ونظرهن ورؤيتهن مقابل كمان عالم الكبار. يعني بهاي القصة عمالك بتعطي دافع للأطفال إنه اسرحوا بخيالكم وفكروا بطرق مختلفة. قديش شفتي في إقبال من قبل الأطفال؟ قديش انبسطوا على هيك قصص؟ صراحة كان في إقبال كثير حلو، الأميات كانوا يبعثوا لي ويصوروا لي فيديوهات للأطفال كيف عم بقرأوها، كيف عم يعني عم بطلبوا من الأم إنه بدي أقرأ كمان القصة كمان مرة. أنا كثير بحب إنه الطفل هو اللي بقرر إذا هذا الكتاب ناجح أو لا، فإنه الكتاب ينباع، وكمان إنه الطفل إنه يقرأ ويحب إنه يقرأ ويحب إنه يتصور فيه ويحب إنه يحكي عنه، كمان هذا بدل قديش إنه الكتاب يعني وصل للطفل وحكى معاه، حكى إشي من عالمه، إشي من يعني مش بعيد عنه. حقيقة نورة، بس حقيقة جاوبيني، شو عن جد تغير بعد أمومتك بعلاقتك مع الكتاب للأطفال؟ شوف أنا يعني بنت صغيرة قارئة، أنا ربيت على القراءة والكتابة، ويمكن القراءة والكتابة هي اللي جرتني للأمومة. يعني وأنا طفلة بتخيل إنه أنا يعني علاقتي كثير متينة مع الكتاب، وبحب أعلم الأطفال وبحب الأطفال، وبحب أقرأ كثير قصص الأطفال، وأنا يعني بعمل في البلد عندنا ورشات قراءة قصة مع الأطفال، فيمكن كان عندي كل الوقت إنه أنا بدي هدول الأطفال اللي أجيبهن أشتغل عليهن أثقفهن
عن طريق القصص، عن طريق الافلام، كل هاي الاشياء اللي ممكن انا يعني عندي القدره ان انا ابني طفل قارئ. الفرق بين الفانتسي وبين شو بصير بالواقع، صح. شو لما خلفتي شو صار بالحياه؟ انقلبت راسها على عقبها، انقلبت كثير، صح مزبوط. بس بنتي كثير بتحب الكتب والقصص، كل يوم الصبح بتاخذ قصه عن المكتبه، احنا بننزلها على السيجاره، واوقات بننزلها القصه على الحضانه، في علاقه كثير متينه بينها وبين الكتب. خلينا نحكي اكثر على اعمالك، هل في اعمال جديد عمالك بتحاولي تشتغلي عليها، رح تنتجي اعمال قريبا؟ شوفي انا ما خطر ليش بالبدايه اني اكتب للصغار، كنت دائما اكتب للكبار، وعلى الفيسبوك ونشرت كمان كتاب هيك للكبار، بعدين بتعرفي الحياه بتتغير والمسارات يعني، فلما كان صار شغلي اكثر مع الاطفال صرت احب انه بنفع اكتب للاطفال. هاي كانت البداية. صار في عندي بصراحة 4 نسخ، 4 مسودات لقصص، وبعرفش مين منهن بتسبق الثانية، أي فكرة بتتطور أكثر وبتصير كتاب. ففي مخطوطات وفي مسودات. لا شك إنه في كمان شارلوت شام عامل شغل رائع. رهيب جدا. قضية الرسومات. أنا محظوظة. احكي شوي تفاصيله. أول شيء أنا كثير محظوظة بشارلوت شام، يعني ما توقعتش بصراحة بيوم من الأيام إن يكون في عندي الإمكانية اللي أشتغل معها، وهذا يعني منصة إني أشكر دفيقة حكاية إنها وفرت لي هاي المنحة. أنا الكتاب حصلت على طباعته وتحريره ورسوماته عن طريق إني قدمت لمنحة دفيقة حكاية، اللي هي طبعت 6 كتب وكان كتابي من ضمنهن، وهن وفروا لي العمل مع شارلوت. الكتاب كيف بتشوف من جوا هو اصلا مبين انه هو عم بصير ببلد عربيه، وبالذات هو بيافا. اذا بتقلب كمان صور هسه كمان بتشوف دوار يافا وملامح بلاد يافا. شايفين كمان الساعه يعني كمان. بس ليه اخترتي يافا؟ مزبوط. طب من المشهد مش الناصر اقرب؟ صراحه بحب كثير يافا. شارلوت عملها كثير رهيب، والشغل معها كان كثير سهل، تتقبل جميل. كثير كل الملاحظات وافكارها، يعني انك تشوف النص هذا اللي كل فتره العمل عم بتشوفيه كلمات، فجاه تشوفيه رسومات، هذا يعني عالم وإيش كثير بعطي طابع لا شك ثاني. بيشغل بالطلاب الاطفال كمان والكبار اعتقد، يعني كلنا لما نمسك كتاب اللي فيه كمان رسوم والوان بعطينا شعور ثاني. نورا يعني بكوره اعمالك، ماذا لو خرج الديناصور الى الشارع من دون اذن؟ ان شاء الله يلاقي الرواج والفائدة ويوصل الرسالة لأطفال اللي راح يقرؤوه، ويكون بداية حقيقية لمسار كاتبة أطفال بحاجة إنها تكون موجودة في المجتمع. شكرا، يعطيك العافية. شكرا على الفرصة. يعطيك العافية. يسلمك.